طلابي الأعزاء، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع مستر محمد علي هديب. إن شاء الله النهاردة هنكمل سلسلة شرح الواجب من كتاب جاينتس، كتاب العمالقة، للصف الثالث الثانوي نسخة 2024. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هراجع معاكم واجب يونت 4 الوحدة الرابعة، إن شاء الله تبقى بالكامل. كل الجمل اللي الناس بعتتها اللي واقفة قدامها اشرحها بالتفصيل بحيث ان انتوا تستفيدوا، تبقى واضح كل جملة ليه الصح صح والغلط غلط عشان خاطر نفهم ونكون مستعدين كويس ان شاء الله باذن الله، عشان اي فكرة تتكرر في امتحان اخر السنة نكون فاهمين ونكون واثقين من اجابتنا. بسم الله كده ونبدأ ان شاء الله باول صفحة، صفحة 151. نمبر 7 بيقول هير سون، ابنها ووز بورن، ولد وذ سيفير، سيفير يعني شديد او قاسي، ديسابيلتيز، ديسابيلتيز يعني اعاقات، ذات هيز بنت، لدرجه انه بيقضي هيز لايف حياته ان اوي لتشير على كرسي بعجل او كرسي متحرك. طبعا يا مستر ديسابيلتيز دي اسم، واللي بيجي قبل الاسم دايما لازم يكون صفه، يبقى كده معناها يا مستر انه فيزيكالي دي ظرف او حال غلط، ومنتالي دي ظرف او حال غلط، يبقى لازم اختار اما فيزيكال اما منتال. طب هنا اللي لما بيقضي يعني وقته كله على كرسي بعجل معناه ان هو عنده اعاقه فيزيكال، اعاقه جسمانيه او بدنيه، لانه منتال اعاقه عقليه او ذهنيه. الاعاقه اللي عنده اعاقه ذهنيه او عقليه يعني ده مستر مش محتاج كرسي بعجل، لكن اللي عنده اعاقه عضليه او جسمانيه او فيزيكال ماديه ده مستر لازم اختار فيزيكال طبعا هي الصح. بعد كده مستر حد بيسال على رقم 9، تسعة بيقول شي فيرد، هي كانت خايفة، شي وودنت بي ايبل تو، هي كانت خايفة انها مش هتكون قادرة على انها نقط وذ تو نيو بيبيز، مش هتقدر تمشي امورها او تتوافق مع طفلين رضيعين. اسمها كوب وذ، كوب وذ يعني يتوافق مع، يتماشى مع، يتعامل بفعالية مع، يمشي اموره يعني، انها مش هتعرف تتعامل مع طفلين لما تنجب طفلين مع بعض. لكن وري وري كان قال اباوت، وكوبي ده يعني نسخة، وبيرن اوت ده يعني اجهاد، لا اقول كوب ويز يعني يتواكب مع، يتعامل بفعالية مع. بعد كده مستر حد بيسأل على رقم 29 او رقم 19، عفوا رقم 19، بيقول في 19 not that you lived by the sea، عايش بجوار البحر، what would you do، ماذا كنت تفعل، افري دي كل يوم. طبعا يا مستر هنا بقول افرض لو انت عايش جنب البحر، فهي اصلا اسم قصيده موجوده في اليونت دي اسمها سبوز، سبوز يعني افرض او افترض. غير كده كمان اي حد مركز، لو انا مش عارف، لو انا مركز الاقي هنا ببدا بفعل، لما ببدا بفعل يبقى لازم اختار مصدر، يبقى ما ينفعش اختار imagined. وستريس يعني الضغط، اقول لك او يضغط، مش هقول لك اضغط انه انت عايش جنب البحر. وفراون يعني يكشر، ده طبعا انا بقول سبوز افرض لو انت عايش جنب البحر هتعمل ايه كل يوم، دي رقم 19. بعد كده مستر حد بيسأل على رقم 22، بيقول it is essential من الضروري for health للصحة and not to maintain، انك تحافظ على positive attitude، موقف ايجابي اللايف في الحياة. طبعا يا مستر دي حاجة مفيدة أو حاجة ضرورية للصحة والويل بينج، ويل بينج يا جماعة السعادة أو الرفاهية أو الراحة، يعني حاجة ضرورية لسعادتك وراحتك وصحتك إن أنت تحافظ على جوانب إيجابية في حياتك، إن أنت ما تبقاش مثلا تقعد يعني تفترض سوء الظن أو تفترض مثلا حاجات سيئة اللي ممكن تحصل، تقعد تقول مثلا أصل افرض حصل كذا، أصل افرض افرض ما جبتش مجموع، لا تفائلوا بالخير تجده، تفائل إن شاء الله الرحمن تلاقيه. طبعا بيرن اوت اجهاد، ازاي يبقى مفيد او ضروري الاجهاد، وانكزايتي ده عن القلق او التلهف، وبريورتي يعني الاولويه، يعني ايه مفيد للصحه والاولويه، لا مفيد للصحه والرفاهيه او للسعاده. بعد كده مستر عندنا صفحه 152، 152 فيها اول حد بيسال على رقم 29، بيقول لي ذا تايد ديدلاين، ديدلاين يا جماعه ميعاد نهائي، لكن هيدلاين اللي هو المنشط، قال لي التايت يعني محكم او مؤكد يعني. تايد ديدلاين اند كونفليكتنج بريورتيز، يعني الميعاد الضيق ده خالص علينا او القريب خالص، وكونفليكتنج بريورتيز وكمان الاولويات المتصارعه مع بعضها، ليفت هيمس خلته في فيلينج بيشعر بتنس، تنس يعني حده كده او توتر او شده، اند نقط بيشعر يا مستر بشده واكيد وستريسد ان هو مضغوط. يا مستر والله خلي بالك ان كلمه فيل من افعال الصفات، يعني بيجي بعدها صفه، فكلمه تنس هنا بتجي كمان بمعنى متوتر او بمعنى مشدود، فهنا بيشعر ان هو مشدود ومضغوط.
ومضغوط، فمضغوط اللي هي ستريس دي. طب ليه ما اختارش ستريس فول؟ ستريس فول دي يعني ضاغط يا جماعه. انا طبيعي لما يبقى عندي اولويات متصارعه، يعني انا عايز دي وعايز دي وعايز دي، وفي نفس الوقت عندي وقت لازم اخلصه، اخلص الشغل بتاعي فيه، فده بيخليني ستريس دي مضغوط، مش ستريس فول انا اللي ضاغط، لا ده انا اللي مضغوط. طبعا كونفيدنت اند دايما بتربط حاجتين زي بعض، فما ينفعش اقول ان انا مشدود وواثق. ازاي مشدود وواثق يعني؟ كنت ممكن اقول تنس بات كونفيدنت، اقول انا مشدود بس واثق من نفسي. وكير فري ده يعني اللي هو يعني ما عنديش اي مسؤوليات. بعد كده حد بيسال على رقم 30 بيقول لي بليز لو سمحت دونت ديسكاس، ما تناقش ماي برايفت نوت ان بابليك، اسمها برايفت افيرز، افيرز يعني شؤون او امور، لو سمحت ما تناقش اموري الخاصه قدام الناس. مش هقول اجهادي الخاص ولا بريوريتي اولويتي الخاصه ولا ستريس ضغطي الخاص، لا طبعا اسمها افيرز بمعنى شؤون او امور. بعد كده مستر حد بيسال على رقم 34 بيقول لي knowing how to organize، ازاي تعرف ترتب your tasks مهامك، means you have، ان كده انت عندك efficient not skills، اسمها مرات ايه يا جماعه؟ اسمها time management. دي اهم كلمه اساسا في يونت 4 والكلمه اللي جت ثانويه عامه قبل كده. time management يعني اداره الوقت، لازم يبقى عندك مهارات اداره الوقت. ما هو بيقول لك انت بتعرف تنظم المهام اللي عليك ومظبط امورك، دي اسمها time management، ان انت تعمل اداره للوقت بتاعك، ما تقعدش تضيع وقتك في حاجات ما تستاهلش وتضيع حاجات مهمة ما تعملهاش. بعد كده مستر حد بيسأل على رقم 39 nowadays في هذه الأيام the woman المرأة can be elected، يمكن انتخاب المرأة from as a town ك town ايه يا جماعة؟ اسمها town counselor. counselor ده يعني عضو في مجلس أو مستشار، counselor عضو في مجلس أو مستشار، فكانت تنتخب كعضوة في مجلس المدينة يعني. لكن سوسايتي دي جمعية، يعني ايه جمعية المدينة؟ وجيت كيبر يعني بوابة، وسنتر يعني مركز، لا طبعا اسمها كونسلور اللي هو عضو في مجلس. 40 I began to get، انا بدأت اسمها get confused او get anxious، انا بدأت ايه مستر؟ when my kids، لما اطفالي still hadn't arrived، ما وصلوش لحد الساعة 12، كنت انكشس يعني متلهف. طبعا جيت بيجي بعدها صفه، مش اقول انا بدات احصل على التوتر، لا بدات اكون متوتر او مضغوط، يبقى انكشس. طب ليه ما اختارش كونفيوزنج؟ لان يعني مش اقول انا اللي بقت كونفيوزنج، انا اللي مربك او انا اللي مشوش، لا اقول انا اللي كونفيوزد. او كانت ممكن دي برضو كانت وورد، لو كانت وورد كانت تبقى صح، وورد يعني قلقان، لكن وورينج يعني مقلق، فهنا طبعا لازم اختار انكشس بمعنى انا اتلهف او اكون قلقان. بعد كده حد بيسأل على رقم 46 بيقول لي يو نيد، انت محتاج تو هاف، يكون عندك a quick note to play these computer games، لازم يبقى عندك ايه يا مستر؟ عندك رياكشن، رياكشن يعني رد فعل، لازم يبقى عندك quick reaction يعني رد فعل سريع عشان تعرف تلعب الالعاب دي على الكمبيوتر. فرد الفعل اللي هو رياكشن، مش هقول يبقى لازم عندك ضغط سريع ولا قلق سريع ولا بنفيت فايده سريعه، لا لازم يبقى عندك رد فعل سريع، عشان احنا عارفين ان الفيديو جيمز والحاجات دي كلها بتكون محتاجه واحد يكون مركز جدا ورد فعله يكون سريع جدا. بعد كده انتقل لصفحه 173 حد بيسال في رقم 47 بيقول لي يو ليت مي داون، يا جماعه ليت داون يعني يخذل، انت للاسف خذلتني، يو شودنت هاف، المفروض ما كنتش ايه مي، المفروض ما كنتش عملت ايه، فراستريتد مي، فراستريت يعني يحبط، المفروض ما كنتش احبطتني. يعني دايما اقول للطلبه لطلابي اقول لهم خليكم اكثر ذكاء، يعني حاول ان انت ما تسمحش لنفسك انك ليت يور بيرنتس داون، ان انت تخذل والديك، ما تحبطهمش، يعني هما بيبقى متعشمين فيك ونفسهم انك تبقى حاجه كويسه، فحتى لو انت مش لازمك اجتهد عشان خاطرهم، ولسه بدري، لسه باقي اكتر من 6 شهور استفيد بيهم، ان شاء الله باذن الله يغيروا كتير جدا في مسارك يعني. طبعا انا ما ينفعش اقول كوبريتد، انت تعاونت، وحتى كوبريت تاخد ويز، وانكارج انت شجعتني، وابوينت يعني يحدد، لا طبعا انت احبطتني للاسف. بعد كده حد بيسال على رقم 52 بيقول لي وي شود لوك اب، احنا لازم لوك اب تو، لوك اب تو يا جماعه دي تعبير بمعنى فريزال فيرب بمعنى يحترم، اولد بيبل كبار السن، ذا فريزال فيرب لوك اب تو مينز معناها اكيد بالمنطق، لما بنصح حد حتى لو انا مش عارف التعبير ايه، بنصح الناس تعمل ايه للكبار، اجنور تتجاهل الكبار، هي هل بصراحه ممكن تمشي، فساعتها لازم بكون بقى عارف. لوك اب يعني ريسبكت بمعنى يحترم، لكن ديتست دي يعني يحتقر، فطبعا لازم اختار ريسبكت يعني يحترم، لوك اب تو، لكن هيلب دي كنت ممكن اختار لو كان في لوك افتر بمعنى يعتني، كنت ساعتها اقول ممكن نخلي بالنا منهم او نساعدهم. بعد كده مستر حد بيسال على رقم 60 بيقول لي if you not something، شيء ما اب، you create or arrange it، بكده انت بتخلق الشيء او بترتب له، اسمها set up، set up يعني ينشئ او يشيد او يبدا.
او يرتب، فاسمها سيت اب. سيت اب يعني ينشئ او يشاهد، لكن سيت بالاي دي يا جماعه يعني يجلس، فانا عايز اللي بالاي. سيت بالاي دي يجلس، وسيت دي يعني مقعد او كرسي، وقلنا كوب بتاخد ويز ما تاخدش اب. بعد كده حد بيسال على رقم 66 بيقول لي وي كان تو جو فور ووك، مش هنقدر نروح نتمشى ناو الان رين، لان المطر از نوت داون. برضو واحده ثانويه عامه مستر اسمها بور داون. يا جماعه بور داون يعني ينهمر، بور داون يعني ينهمر، المطر بينهمر يعني المطر بيسقط بغزاره، عمال بينزل جامد، فدي اسمها بور داون. فكان انتقل لصفحه 174 154 عفوا 154. حد بيسال على رقم 67 بيقول لي سموكينج التدخين نوت ذا ريسك اوف جيتنج لانج كانسر، يا مستر التدخين بيعمل ايه لمخاطر ان الواحد لا قدر الله يجي له سرطان الرئه؟ طبعا لازم اختار انكريز. انكريز يعني بيزود، بيزود الخطوره ان الواحد ممكن يصاب بسرطان الرئه. طبعا ديكريز يقلل، اكيد التدخين بيزود مش بيقلل. طب ليه ما اختارش رايز يا مستر؟ يا جماعه رايز ما ينفعش يجي بعدها مفعول، رايز ما ينفعش يجي بعدها مفعول. طب هنا ذا ريسك ده مفعول، يبقى ريسك، يبقى رايز كده كده غلط. وجرو دي لو جت، لو جه بعدها مفعول بتبقى تجي بمعنى يزرع، لكن لو جت بمعنى ينمو او يزيد يبقى يكون ما فيش بعدها مفعول. خلي بالك الجمله دي كانت ازهر 2022. رقم 68 with the prison system، بنظام ايه بتاع، بنظام السجن نقط ذا انكريزنج، زياده نمبرز اوف بريزونرز. طبعا يا مستر والله بزياده المساجين في السجن ممكن اقول والله ويل، عفوا ده هنا ويل، ويل ذا بريزون، معلش بس الصوره والله باهته عشان التصوير كان سيء للصفحات يعني. ويل ذا بريزون سيستم، قال لي هل يا مستر والله النظام التامين بتاع السجن ده كوب ويز بيتماشى مع زياده اعداد المجرمين، فاسمها كوب ويز صح، او اسمها كاتش اب ويز، فهنا كوب ويز صح وكاتش اب ويز صح، يبقى عشان كده لازم اختار اي وسي. طب ليه ما اختارش كوب اب ويز؟ هي اسمها كوب ويز على طول، لكن كاتش اب ويز او كيب اب ويز، يعني دي لو كانت كيب اب ويز كان يبقى الثلاثه صح، لكن ما فيش حاجه اسمها كوب اب ويز، اسمها كوب ويز بس، لكن كاتش اب ويز، كيب اب ويز، وكوب ويز على طول. 69 كان يو نوت ذات يو وير ات هوم ات ذا تايم، يا مستر والله ممكن تبقى ايه ذات you were at home، ان انت تكون في البيت. هل ممكن بروف؟ هنا حد مثلا بيسال والله مجرم ولا حاجه، فبقول له هل ممكن تثبت، هل تستطيع ان تثبت ان انت كنت في البيت في الوقت ده؟ فبروف يعني يثبت، لان امبروف يعني يحسن، وبيف بتجي بمعنى يمهد، يمهد الطريق، وديبرايف يعني يحرم او يجرد. فلا بقول لك ممكن تثبت ان انت كنت في البيت في الوقت ده. 70 ذا ليكتشرر، ليكتشرر اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو المحاضر. المحاضر سبوك كلم اباوت ذا نوت افكتس، عن ايه؟ افكتس اثار اوف منتال هيلث بروبلمز، مشاكل الصحه العقليه نيجاتيف. طبعا اكيد المشاكل بتاع الصحه العقليه يبقى ليها تاثيرات نيجاتيف يعني سلبيه، مش يبقى الواحد عنده مشاكل عقليه ويبقى عنده تاثيرات ايجابيه، لا المشاكل السلبيه للحاجات دي. بعد كده رقم 71 اي دونت بيليف ذات، صراحه يا مستر انا مش مصدق. وات نوت دو يو هاف ذات شوز This is true، ايه اللي عندك يثبت لي ان الكلام ده مظبوط؟ وات بروف، بروف يعني دليل. طبعا وات لما هنا انا عايز اسم عشان اقول ما الدليل الذي، هنا طبعا مستر دو يو هاف ده صيغه البتاع ده، صيغه السؤال عادي خالص، يبقى انا لازم اجيب وات والاسم، فالاسم اللي هو بروف اللي هو بالاف، لانه بروف في الفي ده فعل، وبروف ده يعني يستحسن او يؤيد، وامبروف يعني يحسن، فلازم اختار بروف في الاف بمعنى ما الدليل. بعد كده حد بيسال على رقم 100، على رقم 73 هي از ان افيشنت امبلويه، هو موظف كفء. هي ديزيرفز، هو بيستحق تو جيت، انه يحصل على طبعا بروموتد، بروموتد يعني ترقيه. طب ليه يا مستر ما اختارش بروموشن؟ عشان بروموشن اسم يعد، كان لازم يقول ا بروموشن، يعني هي الفرق ما بينها وبين اللي تحتها بالظبط، ان اسمها جيت، ما احنا جيت ممكن اجيب بعدها صفه اقول جيت ارستد يعني قبض عليه، ممكن اقول جيت مارد يعني تزوج، فاجي بعدها صفه عادي. فهنا رقم 73 لما جاب بروموشن بدون ا وان يبقى غلط، يبقى لازم اختار جيت بروموتد بمعنى يرقى، ده ما هو راجل موظف مجتهد، لكن اللي بعدها هي ديزيرفز بيستحق تو جيت ا، اقول ا بروموشن، ده ما جاب ا يبقى لازم الا والان والذا لازم يجي بعدها اسم او صفه ثم اسم، فهنا ما فيش بعد النقط اسم خلاص، يبقى لازم اختار هنا ناون، ناون اللي هو بروموشن اسم بمعنى ترقيه. رقم 75 حد بيسال على 75 بيقول لك نوت هيز اون كومباني، كومباني يعني شركه، هي توك اون ميني وركرز. اي حد مركز انا قلت مستحيل في الانجليزي الاقي جملتين يكونوا تبع بعض بدون رابط. طب هنا في جملتين تبع بعض وفي النص كوما ما فيش رابط، معناه ان كان في رابط واتحذف. الرابط لما بيتحذف في الانجليزي بجيب مكانه يا اما اي ان جي يا اما بي بي،
اين جي لو جمله مبنيه للمعلوم، بي بي لو جمله مبنيه للمجهول. طب هنا يا مستر بقول ايه؟ بقول والله بعد ما اسس شركته، فكلمه يؤسس مش فايند يا جماعه، فايند دي يعني يجد، امال يؤسس اسمها فاوند. فطبعا هو اللي اسس ولا هو اللي اسس؟ لا هو اللي اسس. عايز اقول بعد ما اسس شركته، هي توك اون يعني شغل ميني وركرز كتير من العمال، يبقى لازم اختار فاوندنج بمعنى بعد ما اسس، لان انا كان في رابط اللي هو افتر، وكان بعديها جمله عاديه خالص فيها كلمه فاوند. فانا لما شلت الرابط يبقى لازم اجيب اي ان جي تصريف ثالث. طبعا هو الفاعل بتاع الجمله الثانيه هي، فالراجل هو اللي هيأسس ولا هو اللي هيؤسس؟ لا هو اللي هيأسس، ما يبقى مبنيه المعلومه يبقى اختار اي ان جي. فاوندنج بمعنى يؤسس، مش اقول بعد ما وجد رحلته، بعد ما وجع عفوا وجد شركته، هو مش ما كانتش ضايعه عشان يجدها يعني. 76 اي تيك بيرسونال، انا خدت بيرسونال نقط 4 اسمها تيك ريسبونسابيلتي 4. اولا يا جماعه بيرسونال صفه، هو اللي بيجي بعد الصفه لازم يكون اسم، فالاسم اللي هي ريسبونسابيلتي، لان ريسبونسابل دي صفه وريسبونسابل ده حال او ظرف، وايه ريسبونسابل برضه صفه، فلازم اختار ريسبونسابيلتي، وحتى هي اسمها تيك ريسبونسابيلتي، تيك ريسبونسابيلتي. بعد كده حد بيسال على 78، بيقول لي ويمتى احنا اتقابلنا نقط تو ديسكاس؟ احنا بنتقابل تو ديسكاس عشان نناقش اور ديلي بروبلمز، مشاكلنا اليوميه. بنتقابل ايه يا جماعه؟ ريجولارلي، ريجولارلي يعني بانتظام. اولا ميت من فعل مش من افعال الصفات، يبقى لازم يجي بعديه حال. احنا بنقول بنتقابل منتظم ولا بانتظام؟ بانتظام، لا ده ما بانتظام يبقى اخرها ال واي، يبقى جراديوال غلط وريجولار غلط، يبقى لازم اختار يا ريجولارلي يا جراديوالي. انا هنا بقول والله احنا بنتقابل تدريجيا ولا بنتقابل بانتظام؟ بنتقابل بانتظام، يعني كل فتره بنتقابل عشان نناقش المشاكل. بعد كده حد بيسال على 81، موفينج تو ا نيو هاوس، ان الواحد ينقل لبيت جديد، از ا فيري نوت اكسبيرينس، اكسبيرينس دي اسم بمعنى خبره، ده ما جاب لي اسم او اسم في الانجليزي يبقى لازم يجي قبليه صفه، يبقى ستريسفولي غلط لان ستريسفولي دي حال، وستريس غلط لان ستريس دي اسم، يبقى لازم اختار يا ستريس دي يا ستريسفول. طب الخبره مضغوطه ولا ضاغطه؟ الواحد ينقل لبيت ده يا مستر، دي بتكون خبره مسببه للضغط ولا حاسه بالضغط؟ لا طبعا خبره مسببه للضغط، فالمسبب للضغط اسمه ستريسفول، لكن لو اتكلمت عن نفسي اقول انا ساعتها بكون ستريسد، بكون مضغوط، فانا طبعا مع الاكسبيرينس لازم اختار ستريسفول. بعد كده حد بيسأل على 85، بيقول وي جيند، احنا اكتسبنا سو ماتش نقط فروم اور لاست جوب، من وظيفتنا الاخيره ان ذيس كومباني. يا مستر احنا اكتسبنا الكثير من الخبره، فالخبره اللي هي اكسبيرينس، هنا بتكلم عن خبره شغل. يا مستر طب ليه ما اختارش اكسبيرينسز؟ اولا اللي مركز هيلاقي ماتش، ماتش بيجي بعدها اسم لا يعد، يبقى ما ينفعش الجمع. كمان اكسبيرينس لو جت بمعنى خبره شغل اسم لا يعد ما بتتجمعش، لكن امتى تتجمع بقى؟ لو جت بمعنى خبرات حياتيه او تجارب حياتيه او مواقف حياتيه. عايز اقول انا والدي مثلا يا ما عدى بظروف صعبه ومواقف حياتيه كتير، يبقى دي اسمها اكسبيرينسز. لكن اكسبيرمنت واكسبيرمنت واكسبيرمنتيشن دي تجربه معمليه، وده طبعا اجراء التجارب المعمليه برضو. فانا ما بتكلمش على من الشغل ان احنا نعمل تجارب معمليه، انا بتكلم على خبره من الشغل. بعد كده حد بيسال على 88، يو نوت رايت تو تيل ذيم، انك تخبرهم ذا تروث الحقيقه، بيكوز اي ام شور ذي ويل نو، يعني انت محق. يا جماعه بصوا اسمها بي رايت، بي رايت يعني اجيب فيرب تو بي ثم رايت، لكن اسمها هاف ذا رايت، يبقى لو لقيت ذا رايت اختار فيرب تو هاف اللي هو هاف او هاز او هاد، لكن لو لقيت رايت على طول يبقى اختار فيرب تو بي اللي هو ام او اذا وار او وذا وير. فانا لازم اختار يو ار رايت، يعني انت لديك الحق ان انت تخبرهم الحقيقه، بيكوز اي ام شور، انا متاكد ان هم كده كده هيعرفوا. بعد كده ننتقل لتمارين الجرامر صفحه 156. اول سؤال مسؤول رقم 3، have you، هل انت not about، يا جماعه اسمها have you thought about، ده اسلوب الاقتراح برضو من الجمل اللي بتجي ثانويه عامه، مع ان الموضوع سهل ومن ثالثه اعدادي، اسمها have you thought about، هل فكرت فيه؟ اولا ليه ما اختارش thinking؟ لانه have لازم يجي بعدها تصريف ثالث، يبقى thinking غلط وconsidering غلط. طب ليه ما اختارش consider؟ لان consider دي بيجي بعدها الاي ان جي على طول بدون حرف جر، اسمها have you considered spending على طول، لكن ده ما جاب about يبقى have you thought about بمعنى هل فكرت فيه. 4 هاف يو، هيبقى جاي هنا العكس، هي لما ما جابش اباوت يبقى ثوت غلط، يبقى لازم اختار هاف يو كونسيدرد. ليه ما اختارش كونسيدر؟ عشان ما ينفعش هاف يجي بعدها مصدر، يبقى كونسيدر وثينك غلط، لانه هاف لازم تصريف ثالث. بعد كده مستر حد بيسال رقم 5، نقط سبيندنج ذا سمر هوليدي ان شرم الشيخ، واخرها علامه استفهام، ما دام اخرها علامه استفهام يبقى انا عايز صيغه سؤال، يبقى اي سجست غلط وليتس غلط، يبقى لازم اختار يا اما هاف يو يا اما واي دونت يو. اولا انا بعد النقط الفعل متضاف له اي ان جي، يبقى هاف يو غلط، لانه هاف يو كان لازم يجيب بعدها تصريف ثالث، يبقى لازم اختار واي دونت يو كونسيدر، لانه جاب واي دونت يو بعدها المصدر، وكونسيدر من الافعال اللي بيجي بعدها الفعل متضاف له اي ان جي. بعد كده حد بيسال رقم 7، بيقول لي واي دونت يو جو تو ذا ثيتر، ليه يا ابني ما تروحش معانا المسرح؟
ده اكيد الكلام ده عباره عن، اكيد عباره عن سجستشن، سجستشن او هذا يظهر، شوز يعني يظهر، سجستشن اقتراح، لان واي دونت يو من اساليب الاقتراح. لكن لو قال لي واي didn't يو، يبقى هنا بسال عن السبب. لو قال لي واي doesn't هي، هنا برضو بسال عن السبب. لكن لما اقول واي دونت يو او واي دونت وي، هو ده الاقتراح. بعد كده حد بيسأل رقم 10، بيقول لي نقعد get together، نتقابل مع بعض and discuss، ونناقش the problem، المشكلة we are facing، اللي احنا بنواجهها. لو انت ركزت هتلاقي اخرها نقطة، لو دام اخرها نقطة معناها ان انا عايز جملة، يبقى هو about غلط، why didn't we غلط، و have you considered غلط. كل ده اساليب سؤال، يبقى لازم اختار let's، وغير كده كمان هي اللي بتجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى اقول let's get together، يلا نتجمع ونناقش المشاكل اللي بنواجهها. رقم 11، which sentence is for suggestion، اي من اي جمله هي اللي بتعبر عن الاقتراح، اي من دول بيعبر عن الاقتراح يعني. طبعا have you considered والاي ان جي واخدينها من اساليب الاقتراح، have you considered اي ان جي ده اسلوب اقتراح، بقول لك هل فكرت انك تغير وظيفتك. لكن you could have done، يا جماعه could have والتصريف الثالث بتعبر عن حاجه امكانيه، possibility in the past، احتماليه في الماضي، حاجه كنت ممكن تعملها وما عملتهاش. فأقول لك you could have done a better job، كنت تقدر تحصل على وظيفة أو تؤدي وظيفة أفضل. Why did you change your job؟ ده هنا سؤال عن السبب، ده مش اقتراح. السؤال الاقتراح دايماً عمري ما بقترح اقتراح في الماضي، عمري ما أقول لك إيه رأيك نروح مثلاً والله دريم بارك الأسبوع اللي فات، ده مش اقتراح طبعاً يعني. أنا بسألك بقول لك أنت ليه ما رحتش؟ Have you found a new job؟ ده هنا سؤال عادي برضه، سؤال عن question ده أو request، سؤال عادي خالص يعني. رقم 15، حد بيقول لي هاف يو ثوت، طبعا ريكوست طلب، لا مش ده، مش طلب يا جماعه، ده كويستشن عادي خالص. 15، هاف يو ثوت، هل فكرت نقعد تو يور فاميلي اباوت يور فيلينجز، عن مشاعرك، هل فكرت تتكلم مع عائلتك. طبعا يا مستر احنا اتفقنا، قلنا والله ان هاف يو ثوت اسمها هاف يو ثوت اباوت، هاف يو ثوت اباوت والاي ان جي، لكن هاف يو كونسيدرد والاي ان جي على طول، فاسمها هنا لازم اختار اباوت والاي ان جي، فبقول اباوت توكينج، لكن لو شال ثوت وخلاها كونسيدرد كنت اخترت توكينج بس. بعد كده حد بيسال على رقم 18، بيقول لي ليتس جو تو ذا كلاب، يلا مستر نروح النادي. This sentence is a kind of، ده نوع من ايه يا جماعه؟ اكيد نوع من السجشن يا جماعه، ليتس بتاعت اقتراح، سجشن اقتراح، مش ريكويست، مش طلب او سؤال. بعد كده حد بيسال على رقم 22، why not you come with us، يا جماعه why don't you، اسمها why don't you. اولا ليه ما اختارش ارين، لان مستحيل فيرب تو بي يجي بعديه مصدر، كم هنا مصدر، وما تكونش مبنيه للمجهول، لان عمرك ما اقول لك يعني لماذا اتيت، لا لماذا اتيت، وهازنت برضو ما ينفعش مع يو، لانه هاز لازم مفرد، وورنت يا مستر برضو ما ينفعش فيرب تو بي مع المصدر، يبقى لازم اختار why don't you، ولانه ده اقتراح. بقول لك ليه ما تجيش معانا السينما. الصفحة اللي بعدها 157، رقم حد بيسأل على 23، I wish I had arrived on time، يا جماعة I wish لما بيجي معاها ماضي تام يعني ان دي أمنية كانت بتمنى تحصل في الماضي. طب الأمنية لما أقول بتمنى ان انا كنت جيت في وقتي، يبقى معناها ان انا ما جيتش، يبقى معناها ان دي ايه يا جماعة؟ ان انا بلوم نفسي، بقول المفروض ما كنتش أخرت، فالمفروض ما كنتش أخرت اللي هي shouldn't have been، انا هنا بتكلم في الماضي، مش اقول اي هاد تو بي سو ليت. وهنا ضحك على الناس ان هو جاب لهم ليت، ما قالهمش ايرلي، لو قال ايرلي كنت قلت شود هاف بين، وكانت ممكن تبقى هاد تو، بس هي الادق طبعا هنا هو هنا جاب ليت عشان يضحك على الناس، هنا اختار شود انت هاف، شود انت هاف بين، بقول المفروض ما كنتش اخرت. طب ليه ما اختارش كانت هاف بين؟ اكيد اكيد انا ما اخرتش، ما هو انا بلوم نفسي، ما انا عارف ان انا كده ما اخرتش، لان انا بقول المفروض هنا ده لوم، لانه اي ويش والماضي التام بتعبر عن الريجريت او البلين، بتعبر عن الندم او اللوم. بقى حد بيسال على 24، اي ريجريت سيلينج ماي اولد كار، يا جماعه ريجريت اي ان جي برضه بتعبر عن الندم، يعني انا ندمان ان انا بعت عربيتي القديمه. This means ده معناه ايه؟ يعني انا بيقول لك هات تعبير برضه بيعبر عن الندم، بيساوي ده يعني. طبعا لسه قايل حالا ان اي ويش لو جه بعديها ماضي تام بتعبر عنها، فاقول اي ويش اي هادنت سولد ات، يا ريتني ما كنتش بعتها. طب ليه ما اختارش الاولى؟ اي شود هاف سولد، المفروض كنت ابيعها، لا طبعا. اي كانت هاف سولد ات، معناها اي كانت هاف، ده معناها اكيد الحاجه ما حصلتش، فهنا بقول اكيد انا ما بعتهاش ازاي، وانا بقول يا ريتني ما كنتش بعتها. واي ديدنت هاف تو سيل، انا ما كنتش مضطر ابيعها، لا خالص، انا بعبر عن ندم، فاللي بيساوي اي ريجريت والاي ان جي اسمها اي ويش ثم ماضي تام، او اي شود هاف والبي بي، او اي شودنت هاف والبي بي. بعد كده حد بيسأل على رقم 26، which sentence is not a way to make a suggestion، أي من دول لا يعبر عن الاقتراح، مين من دول ما بيعبرش عن الاقتراح؟
طبعا يا مستر واي didn't يو واتش ذا موفي، بقول لك ليه ما اتفرجتش على الفيلم. انا قلت الاقتراح ما ينفعش يكون في الماضي، لكن ليتس والمصدر اقتراح، وات اباوت والاي ان جي اقتراح، او وات اباوت والاسم برضه اقتراح، وشال وي برضه يا مستر اقتراح، فكل دول اقتراح، يبقى الوحيده اللي ما تنفعش هي رقم بي. بقى كده حد بيسال على 27. 27 بيقول لي اي ويش، انا بتمنى اي هاد ستادد هارد، بتمنى ان انا كنت ذاكرت كويس لاست يير السنه اللي فاتت. ده معناه ايه يا مستر؟ معناه انا قلت اي ويش ماضي تام، ده ندم او لوم، فهنا معناه ان انا بقول اي شود هاف ستادد، بقول يا ريتني كنت ذاكرت كويس، فهنا لان عمري ما اقول يا ريتني ما كنت ذاكرت. طب ليه ما اختارش الاخيره ماست هاف ستادد دي يا جماعه؟ واحد يقول يعني اكيد يعني يجب ان انا كنت اذاكر، لا ده معناها اكيد الحاجه حصلت. لو اخترت كده يبقى لو اخترت ماست هاف ستادد معناها ان انا اكيد ذاكرت. ازاي انا بقول انا بتمنى ان انا كنت ذاكرت وانا بقول انا اكيد ذاكرت؟ لا كده معناها ان انا ما ذاكرتش، فبقول اي شود هاف ستادد. ودايما اقول نصيحه انه دي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان يبقى متضايق جدا وبتخليه زعلان من نفسه، ان انت ترجع في يوم من الايام تندم او تلوم نفسك. فدايما اقول اعمل اللي عليك عشان ما ترجعش في يوم ترجع تندم على كل اللي انت عملته في نفسك، وان انت للاسف اذيت نفسك بنفسك، دمرت مستقبلك بايدك. محدش يقول لي اصل الدنيا باظت وما اعرفش، لا يا بابا خد بالاسباب واعمل اللي عليك، المهم ان انت تجتهد على قد ما تقدر. يعني جبت بقى ولا ما جبتش دي مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا لوحده، بس المهم ان انا اجتهد ابذل مجهود على قد ما اقدر، استفيد من عمري استفيد من حياتي. ما للاسف ما يعني ما مثلا لو انا الدنيا باظه معايا ما باظهاش خالص، يعني زي ما اقول كده ان انا ما جيش يعني اخرب حياتي بايدي، يعني لا خليك ذكي. الدنيا بايظه خلاص حاول تعدلها، مش ان انا بقى عشان زعلان ان الدنيا بايظه معايا اروح مبوظها اكتر، لا طبعا. بعديها مستر رقم 29 بيقول اي ريجريت، انا ندمان ويستنج ماي تايم. يا مستر انا ندمان ان انا ضيعت وقتي. ذيس مينز، يبقى كده انا قلت ريجريت اي ان جي بتعبر عن ندم، يبقى كده معناه انا بقول انا ينبغي ان انا المفروض كنت اضيع وقتي. لا طبعا كده معناه اقول انا بتمنى ان انا كنت ضيعت وقتي، اكيد لا طبعا. فلازم اختار رقم سي، اقول اي شودنت هاف شودنت ويست، عفوا ده رقم سي برضه غلط، لان شودنت والمصدر دي مضارع يا جماعه، انا هنا بقول ريجريت اي ان جي الندم، والندم بيكون دايما على الماضي، يبقى دي غلط، يبقى لازم اختار الاخيره اللي اي ويش اي هادنت ويست، يا ريتني ما كنتش ضيعت. اي ويش اللي هي بتمنى ان انا ما كنتش ضيعت. فالصح طبعا اللي بيساوي ريجريت والاي ان جي هي اي ويش وماضي تام، او لو كانت دي كانت تبقى صح امتى؟ لو قال اي شودنت هاف ويست كانت ساعتها تبقى رقم سي صح، فهنا لازم اختار دي هي اللي صح. بقى كده مستر حد عنده مشكله في رقم 30، يو شودنت هاف ميد ذات ميستيك، يا ابني المفروض ما كنتش اخطات. فهنا شودنت هاف والبي بي معناها بلومك، اي ويش بتمنى، يبقى هنا برضه لا ده ايه اللي بيساوي شودنت هاف والبي بي؟ اي ويش لو جه بعدها ماضي تام، فالماضي التام هاد افويدد، بتمنى لو كنت تجنبت يعني عمل هذا الخطا. عايزك تعرف لي كمان ان اي ويش مستحيل في الانجليزي لو جه بعديها جمله تكون مضارع او مستقبل، مستحيل، فقول افويد غلط 100% وهاف افويدد مستحيل تبقى صح. اي ويش اختار امتى ماضي بسيط لو الامنيه في المضارع، اختار امتى ماضي تام لو انا ندمان على حاجه حصلت في الماضي او بلوم حد على حاجه حصلت في الماضي. بقى كده مستر حد بيسال على 31، اي ريجريت انا ندمان بريكنج ذات ميرور، انا ندمان ان انا كسرت المرايه. قلنا يا مستر اللي بيساوي ريجريت والاي ان جي اي ويش لو جه بعدها ماضي تام، فبقول بتمنى اي هاد بين كيرفول لو كنت حريص. طبعا هاد انت بين، حد يقول لي ما الماضي التام موجود مرتين، ما ارجع بقى للمعنى، انا بقول انا ندمان ان انا كسرت الازاز او المرايه، فبقول يا ريتني كنت كسرت المرايه، عفوا هنا كلمه كيرفول حريص، يا ريتني كنت حريص ولا يا ريتني ما كنتش حريص؟ اكيد هقول يا ريتني كنت حريص، فلازم اختار هاد بين كيرفول. بقى كده مستر حد بيسال على رقم 33، هي سيد هو بيقول واي دونت يو واتش ان يو فيلم، يا ابني ليه ما تتفرجش على فيلم جديد؟ يبقى كده معناه ان هو هي نقط. ده ايه واي دونت يو؟ ده اسلوب يا جماعه، اسلوب اقتراح، يبقى لازم اختار سجستد، سجستد بمعنى اقترح، هو اقترح واتشنج ان يو فيلم، نتفرج على فيلم جديد. بعد كده مستر حد بيسال اخر جمله في الصفحه، جمله 41، هي سجستد هو اقترح ذات شي نقط A study plan for this year. ثانوية عامة يا مستر زي دي بالظبط. أول ما تلاقي suggest أو recommend لو جه بعديها جملة ما ينفعش في الإنجليزي غير يا مصدر يا إما should هو المصدر. يا مستر بس الجملة ماضي ماليهاش دعوة، هي قاعدة بتقول كده، بتقول suggest و recommend لو جه بعديهم ذات وجملة أو ما فيش ذات، لو جه جملة على طول لازم يا مصدر يا should هو المصدر، أي واحدة من الاتنين صح. طب يا مستر ده هنا الفاعل شي، يا بابا هي كده، هي أول ما تلاقي suggest، علماء اللغة بيقولوا كده suggest و recommend بعديهم جملة لازم يا مصدر يا should هو المصدر. فالمصدر يا مستر اللي موجود دو وميك، يبقى ميكنج ودوينج الاثنين غلط، خلاص يرجع بقى لكلمه بلان، بلان بتاخد دو ابلان ولا ميك ابلان؟ اسمها ميك ابلان، يبقى لازم اختار ميك
قبلان اللي هي الأخيرة. بعد كده مستر ننتقل على بارت 2 صفحة 162، أول صفحة في بارت 2. حد بيسأل على جملة رقم 7، بيقول لي وي وير ديبلي، إحنا كنا ديبلي إيه فور ذير هيلب، على مساعدتهم، إحنا كنا جريتفول. جريتفول يعني ممتن، جريتفول يا جماعة يعني ممتن، لكن جراتيتيود ده العرفان بالجميل نفسه. طبعًا ديبلي حال، واللي بيجي بعد الحال لازم يكون صفة، فجريتفولي لا غلط، لأنه وير حتى من أفعال الصفات لازم يجي بعدها صفة أو حال ثم صفة. طب ليه ما اختارش جريت؟ جريت يعني عظيم او عظماء، اقول نحن كنا عظماء بجد بجد او بشده. فور ذير هيلب احنا كنا ممتنين، فكلمه ممتن اللي هي جريت فول ممتن. فكان حد بيسال على رقم 13، 13 بيقول لي هي وود لايك، هو حابب قوي تو اكسبريس سنسير، سنسير دي صفه، واللي بيجي بعد الصفه لازم يكون اسم، يبقى كده جريت فول غلط، لان ممتن وريسبكتبل برضه يعني محترم غلط، يبقى لازم اختار يا اما جراتيتيود يا اما ان جراتيتيود. فبقول نحن حابين قوي ان احنا نعبر عن سنسير يعني مخلص، جراتيتيود اكيد عرفنا بالجميل، مش عدم عرفنا بالجميل لكل هؤلاء الذين يدعمونا، فاكيد اختار جراتيتيود العرفان بالجميل. رقم 14، ذا ادفرتايزنج كامبين، قال لي يا مستر والله الحمله، حمله الاعلانات ايمز 2 بتهدف الى ريز، انها تعلي ذا كامبانيز، اكيد حمله الاعلانات يا جماعه بتحاول تعلي ايه بتاع الشركه، بروفايل. بروفايل بتجيب معنى ملف شخصي وبتجيب معنى منظر او صوره، فهم عايزين نقول كده عايزين يحسنوا او يعلوا من صوره الشركه او من منظرها او من الهيئه بتاعت الشركه، لانه بيرسيف ده فعل، وبرسبشن يعني ادراك، من ادراك الشركه ازاي، وميمو ده يا مستر اللي هو ملاحظه او ورقه ملاحظات بتتبعت للموظفين في الشركه. بعد كده رقم 16، ذا ايمرجنسي برودكاست سيستم، يا مستر والله نظام الطوارئ سنت اوت ارسلانات تو انفورم، عشان يعني يبلغ ذا بابليك اباوت عن ذا بوتنشال دينجر، الخطر الممكن. هيرسل ايه يا جماعه؟ هيرسل الارت، الارت يعني انذار، بعت انذار عشان خاطر يبلغ الجمهور او الناس بفي ان في خطر جاي. ساين دي اشاره، اشاره اللي يقصد بيها اشاره ورقيه، اشاره خشبيه لافته يافطه، هي دي كلمه ساين. وطبعا سايلنس يعني صمت، وافكت يعني تاثير، هم يبعت لهم الارت يعني انذار، هيبعت لهم انذار بسرعه انه يخلي بالهم ان في خطر جاي. هنا طبعا برودكاست مستر اللي هو زي اللي هو ايه، اللي هو زي الاذاعه والتلفزيون والحاجات دي كلها، اللي هو زي البث المباشر كده يعني. 19، ذا كاستمر، الزبون ووز ساتيسفايد، كان راضي وذ ذا نوت، كان راضي بايه؟ ذي ريسيفد، اللي استلموا اون ذير بارشيز، على المبيعات ويتش انكلودد، اللي كانت بتتضمن ديسكاونت على الحاجات اللي هو مشتريها، اللي كانت بتتضمن ديسكاونت خصم اند فري اند فري شيبنج يا مستر والله، واشياء مجانيه. طبعا يبقى دي كانت عباره عن ديل، ديل يعني اتفاق او صفقه او لقطه. فهنا طبعا كان فرحان او كان راضي بالاتفاق اللي حصل، ان هو هيحصل على ديسكاونت خصم وبتاع وحاجات مجانيه يعني. لكن الكومبلينت مش هيبقى راضي عن الكومبلينت، الشكوى وانديفرنس يعني التشابه، وديسابوينتمنت يعني الاحباط، لا طبعا كان راضي عن الديل، ديل بتجيب معنى صفقه تجاريه او عملية بيع يعني. على كده مستر صفحة، حد بعد كده بيسأل، هننتقل احنا كده قلنا 19، بعد كده هننتقل يا مستر لصفحة 163. 163 حد بيسأل رقم 26، 26 بيقول لي بوليتيكال بارتس، الأحزاب السياسية ار نوت الاود، غير مسموح ليها، تو نقط، غير مسموح ليها انها ايه؟ فاندس، فاندس يا جماعة يعني أموال، وكمان على فكره بتجيب معنى صناديق، صناديق اموال برضه، فروم ابرود، من الخارج. طبعا يا مستر والله الاحزاب السياسيه ممنوع او ما ينفعش ان هم اكسبت ان هم يقبلوا اموال من الخارج، ما ينفعش يتلقوا اموال من الخارج، لانه كده معناه ان هم بيعملوا اجندات خارجيه، مش اكسبكت يتوقعوا اموال من الخارج، ولا اكسبت، اكسبت ده يعني يستثني، وبريدكت يعني يتنبأ، لا طبعا ان هم يقبلوا فلوس من بره. بعد كده مستر ننتقل لرقم 33، بيقول لي ذيس ريفر بانكس، بانكس يعني ضفاف، الضفاف بتاعت النهر ده مستر هاف انسبايرد، الهمت ايه فور ميني سنشرز، لقرون، هتبقى يعني
ضفاف النهر ده يا مستر هتعمل الهام لمين؟ للبوتس، بوتس للشعراء، مش هتعمل الهام للقصايد ولا للشعر ولا للفيرسز الابيات. لا يا مستر انسباير ده هتلهم مين؟ هتلهم البوتس، البوتس اللي هم الشعراء. الشعراء كان يقعد على النهر كده او على البحر ويقعد يا مستر يقول قصايد، فبتلهم، مش بتلهم القصايد، لا تلهم الشعراء. بقى حد بيسأل على رقم 34 بيقول لي 40 of the course، كورس بتجي بمعنى كورس اللي هو كورس بتاع كورسات يعني، وبتجي كمان بمعنى طيار. قال لي 40 of the course نقط are offered، بيتم عرضه offered بيعرض عليهم employment يعني تعيين with the company في الشركة. يبقى ايه اللي 40 من اللي ايه؟ من البارتسيبانتس، بارتسيبانتس يعني المشاركين او الحاضرين، بارتسيبيت يا جماعه اللي هو يشارك، فبارتسيبانتس يعني المشاركين. 40 من اللي شاركوا في الكورس تم العرض عليهم وظائف في الشركه، لكن امبلويرز ده اصحاب العمل، يعني 40 من اللي بيشاركوا في الكورس من اصحاب العمل ازاي؟ وبراكتيكال دي عملي كده كده غلط، واديتور دي يعني رؤساء تحرير برضو غلط. لان عايز اقول 40 من اللي شاركوا في الكورس. بقى يا مستر عندنا ننتقل لسؤال رقم 40. How do I not photos صور to my website للموقع بتاعي؟ يا مستر بص اتعلمها معايا. ابلود ده حموله او يحمل بضاعه، يحمل بضاعه، يحمل رمله، يحمل ما اعرفش ايه، فدي لود. اوفرلود ده يزود الحموله، وتجي في الغالب مع الكهرباء بالذات، لما اقول لك انت بطل تزود حموله على مثلا على الفيشه دي عشان دي ممكن تفرقع مثلا يحصل فيها مشكله، فيبقى لازم اختار يا ابلود يا داونلود. دايما اللي بيجوا مع النت يا ابلود يا داونلود. طب امتى اختار ابلود وامتى اختار داونلود يا مستر؟ لو ابلود وداونلود لو جه بعديهم النت او المواقع، داونلود بتاخد حرف الجر فروم، لكن ابلود بتاخد حرف الجر تو. يبقى داونلود فروم ذا انترنت، فروم ماي ويب سايت، لكن ابلود تو ذا انترنت او تو ماي ويب سايت. طب هنا يا مستر جه بعده نقط حرف الجر تو، يبقى لازم اختار ابلود. يبقى الفرق ما بين ابلود وداونلود دايما هتحلها بحروف الجر. طب لو جه بعديها الجهاز يا مستر، يعني لو عايز اقول بقى انا حملت على الموبايل، حملت على التابلت بتاعي، داونلود تاخد اون او اونتو، اون او اونتو، لكن ابلود تاخد فروم. لو انا جبت بعديها الجهاز، يبقى لو جبت الجهاز اسمها داونلود اون او اونتو، لكن ابلود فروم ماي تابلت. مثلا عايز اقول انا رفعت من الصوره، من الصوره من التابلت بتاعي على الموقع، فهنا رفعت من اللي ابلود فروم. بعد كده حد بيسال على 42 injury forced، الاصابه اجبرت him to retire، انه يتقاعد from professional، من البروفيشنال. ايه بروفيشنال؟ اولا صفه، يبقى لازم يجي بعدها اسم. خلته يتقاعد او يعتزل athletics، athletics يعني العاب القوى، مش يتقاعد اللاعب الرياضي، لا يتقاعد من العاب القوى البروفيشنال اللي هي الاحترافيه، فلازم اختار athletics. athletic دي صفه بمعنى رياضي، واثليتيكالي دي يا مستر حال بمعنى بشكل رياضي. هننتقل لصفحة 164، الصفحة اللي بعدها على طول. عندي رقم 44 بيقول لي سبورت رياضة is the most efficient way، هي أكتر طريقة فعالة to build up، إنها تبني and not a reasonable level of physical fitness، من اللياقة البدنية معدل معقول. طبعا maintain، maintain يعني يحافظ، أكتر حاجة هتبني لك جسمك وتحافظ عليه maintain يعني يحافظ، لكن remain يعني يبقى. هقول الرياضة هي أفضل طريقة to build up، تبني وتبقى معدل طبيعي، لا وتحافظ على المعدل الطبيعي. الريمايند يذكر، وديفاي ده يعني يكافح او يقف عكس يعني يضاد. رقم 50 هي ووز فيري، هو كان فيري ايه ان شيبنج في تشكيل ذا بابليك اوبينيون. كان ايه يا مستر؟ كان انفلوينشال، انفلوينشال يعني مؤثر. طب ليه ما اختارش انفلوينس؟ لان ووز بقول هو كان تاثير ولا هو كان مؤثر، وفلوينس دي يعني الطلاقه، وانفليشنري دي يعني اللي هو صفه من كلمه انفليشن اللي هو التضخم. فده عايز اقول ان كان في تضخم، تضخم ده تضخم اقتصادي اللي هو الحاجات اسعارها مبالغ فيها جدا بسبب ان العمله منهاره يعني. 52 اي ستيت ذير، انا قعدت هناك فور ويك، لمده اسبوع، اول نقط اند ذن بعد ذلك وينت باك تو ذا سنتر، رجعت المركز. فقعدت اسبوع هناك الون، الون يعني بمفردي، لون الاولاني دي يعني قرض، ولون لي ده يعني مجرد شعور بالوحده، وقول لي دي يعني فقط. لا عايز اقول انا مكست هناك لوحدي، فكلمه لوحدي اللي هي الون بمفردي، ودي متاخده من النص اساسا نفسه اللي عليكم، نص الريدنج. 54 ذي اوبن ذا شيلتر، فتحوا شيلتر يعني مأوى او ملجا، تو نوت تمبرري هاوسنج، تمبرري يعني مؤقت، هاوسنج يعني اسكان، اسكان مؤقت فور ذا سيتيز هومليس، لمشردين المدينه. بروفايد، بروفايد يعني يوفر، عشان يوفروا اسكان مؤقت للمشردين، لكن بروف يثبت، وبروف دي يعني اثبات او دليل، وان بروف يعني يحسن.
مش ولا يحسنوا الاسكان مؤقت، لا عشان يوفروا اسكان مؤقت للهوملس المشردين. هم ما عندهمش بيوت اساسا عشان نحسنها لهم، هم مشردين، فاحنا بنجيب لهم بنوفر لهم اسكان. 55 it was discovered، تم اكتشاف ذا 3 اوف اور اولمبيك، ان ثلاثه من اولمبيك، اولمبيك صفه يبقى لازم بعدها اسم، اثليتس يعني رياضيين. على فكره النموذج هنا حلها غلط، حلها اثليت، اثليت غلط. ليه؟ لانه هنا ثلاثه، ما ينفعش اقول ثلاثه من، عامله زي واحد من، اول ما تلاقي عدد ثم اوف لازم يجي بعديه اسم جامعه، فالاسم الجامعه هو اثليتس. طب ليه ما اختارش اثليتكس؟ اولا اثليتكس اسم لا يعد، واللي لا يعد ما ينفعش يجي قبليه عدد، يبقى لازم اختار اثليتس بمعنى رياضيين، واثليتكس انا العاب القوى. عايز اقول ان تم اكتشاف ان ثلاثه من اللاعبين الاولمبيين هاتيك اند دراجز للاسف خدوا منشطات. 60 I don't not for a minute، للحظة، that he will agree، ان هو هيوافق. I am sure، انا متأكد، he won't، انا متأكد ان هو كده كده مش هيوافق. ف I don't suppose، suppose يعني يفترض، انا ما بفترضش ولو للحظة انه ممكن يوافق. طب ليه ما اختارش الرئيس؟ مش هقول انا لا ادرك ان هو للحظة انه هيوافق، و recognize يتعرف على، لا انا عايز اقول انا لا افترض ان هو هيوافق، يعني انا مش في دماغ غصب، مش بفترض الموضوع ده انه ممكن يحصل يعني. 61 دونت سبند تو ماتش تو ماتش تايم، يا جماعه سبند فتره زمنيه لازم اي ان جي او اون والاسم، سبند وقت لازم اي ان جي او اون والاسم، فهنا لازم اختار بلاينج. ثانوي عام على فكره. 62 ذا بابليشر يعني الناشر، از بلاننج بيخطط تو ريليز ليميتد، الناشر بيخطط ان هو يطلع ريليز يعني يحرر او يطلق يعني، ليميتد محدود نوت اوف ذا بوك من الكتاب، اديشن اديشن يعني نسخه، نسخه من الكتاب، فيتشرنج اديشنال كونتنت فيها المحتوى الاضافي اند الستريشنز وبعض التوضيحات، فاسمها اديشن يعني نسخه، حتى يقول لك الفيرست اديشن النسخه الاولى او الطبعه الاولى، لكن مش ريفيجن، مش مراجعه على ابديت تحديث ولا برودكتيفيتي. انت جاي يا جماعه الكتب بيبقى بينها اديشنز، اديشنز يعني نسخ. بعد كده ننتقل على الجرامر صفحه 268، نبدا من رقم 3. وين يو جو تو اليكس، لما تروح اسكندريه نيكست ويك، الاسبوع اللي فات، يو نوت وذ انكل علي، تقدر تقعد مع عمي علي. بص يا جماعه كل الروابط، كل الافعال الناقصه في الانجليزي لو خدت هاف والتصريف الثالث معناها انها ماضي، فكود هاف والبي بي ده ماضي ازاي وانا بقول الاسبوع الجاي، وشود هاف والبي بي برضه ماضي، يبقى لازم اختار يا اما اوت يا اما كود. طب يا مستر اوت لازم تاخد تو والمصدر، يبقى مفيش قدامي غير كود ستي. طب ازاي يا مستر كود؟ كود احنا واخدينها انها ماضي، يا ابني كود في الماضي، كود والمصدر ماضي لو جد بمعنى يستطيع او يقدر، لو بتكلم عن القدره والاستطاعه في الماضي، لكن ممكن اختار كود والمصدر للتعبير عن الاقتراح في المستقبل او المضارع، فكود ستي هنا جاي للاقتراح، كود والمصدر او شود والمصدر للاقتراح. 5 واي ديد يو درايف سو فاست، واي ديد، خلي بالك الجمله هنا ماضي، بقول لك انت ليه كنت سايق سريع، يو نوت ان اكسيدنت، انما انا بكلمك عنها مش هقول لك انت عملت كنت هتعمل حادثه وعملت، انا بقول لك انت كان ممكن تعمل حادثه، فكان ممكن الحاجه تحصل وما حصلتش اسمها كود هاف والبي بي، انا مش هقول لك يو شود انت هاف هاد، مش هقول لك المفروض ما كنتش عملت حادثه، هو مش بمزاجي، انا بعمل حادثه بمزاجي يعني، وهات تو هاف انت كان لازم تعمل حادثه، كان يجب انك تعمل حادثه، وماست هاف هاد انت اكيد عملت حادثه، لان انا بقول له يو كود هاف هاد، لان انا بكلمه، فهنا بلومه، بقول له يا ابني انت ليه كنت سايق سريع؟ انت كان ممكن تعمل حادثه، فكان ممكن الحاجه تحصل وما حصلتش اسمها كود هاف والبي بي. مهمه جدا 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 لانها بتجي ثانويه عامه على طول على اليونت دي. يبقى كود هاف والتصريف الثالث معناها الحاجه كانت ممكن تحصل وما حصلتش، او كنت تقدر تعمل الحاجه وما عملتهاش. بعد كده مستر حد بيسالني على رقم 8، يو شود هاف دان يور هوم وورك يسترداي، المفروض كنت عملت واجبك، شود هاف والتصريف الثالث بتعبر عن الندم او اللوم، فهنا لما اقول لك انت المفروض كنت تعمل واجبك امبارح، ذس اكسبس، احنا قلنا شود هاف والبي بي اي حاجه في الانجليزي، اي فعل ناقص في هاف والتصريف الثالث معناه ان هو ماضي. خلاص يا مستر، معناها اولا وش ده امنيه، ده مش امنيه خالص، وادفايس دي مش نصيحه، وديدكشن على استنتاج، ده مش استنتاج، ده دي اسمها بليم، بليم يعني لوم او يلوم. 15 I not downloaded that program، هذا البرنامج، now I have a virus، دلوقتي عندي فيروس on my laptop، في اللابتوب بتاعي. هنا معناها بقول ايه؟ بقول يا ريتني ما كنتش حملت البرنامج ده، ده جاب لي فيروس على الكمبيوتر، فيا ريتني ما كنتش حملت اللي هي shouldn't have والتصريف الثالث. shouldn't have download يعني يا ريتني ما كنتش حملت، لانه كان have download معناها ان انا اكيد ما حملتش البرنامج ده، انا دلوقتي عندي فيروس، ازاي بقول انا اكيد وهو وانا عندي فيروس دلوقتي. كود هاف يعني معناها كنت اقدر احمل وما حملتش، لا يا مستر ما حملت، ويل هاف داونلودد ده مستقبل، ازاي بقول انا هكون حملت البرنامج، لا انا هنا بقول يا ريتني ما كنتش حملت اللي شود انت هاف والبيبي. بعد كده مستر حد بيسال على رقم 16، قلنا 16 لا قلنا 15، 16
اي بليم يو فور، انا بلومك على ميكينج نويز. مين من دول بيعبر عن اللوم؟ يبقى يو نوت ذات، لما بلومك ان انت عملت ضوضاء يبقى انا بقول لك يا ريتك ما كنتش عملت ضوضاء. فمين يا مستر اللي بتعبر عن اللوم هنا؟ اللي هي شودنت هاف دون. شودنت هاف دون، انا بقول لك يا ريتك ما كنتش عملت كده. طب ليه ما اختارش اوت هاف؟ اوت تو هاف، ما اوت تو هاف والبي بي برضه بتعبر عن الندم او اللوم، لان هنا مش هقول لك يا ريتك تعمل كده، يا ريتك كنت عملت كده، يا ريتك ما كنتش عملت كده. شودنت هاف والبي بي. طب ليه ما اختارش شود دو؟ لانه شود دو، شود هو المصدر يا جماعه، ده مضارع، والمضارع ما ينفعش في اللوم. ما ينفعش اقول انا بلوم حد عشان ما بيذاكرش، لا انا والله بنصحه ان هو يذاكر، او بنصحه ان هو ما يضيعش وقته. ماسنت هاف والبي بي، ما فيش حاجه في الانجليزي بالكامل اسمها ماسنت هاف والتصريف الثالث. اول ما تلمح ماسنت هاف والتصريف الثالث تعرف على طول ان الاختيار ده غلط واستبعده مباشره. 17 علي نوت بين ان كايند، كان غير عطوفته هي السيستر لاخته ايه. هنيو كان عارف شي وود بي ابسيت، كان عارف انها، هنيو كان عارف انها هتكون متضايقه. يبقى معناها هنا مستر ان هو unkind، هنا معناه ان انا بقول ان علي نوت unkind، ان علي المفروض ما كانش يبقى وحش مع اخته كده، المفروض ما كانش يبقى يعني غير عطوف عليها، فاختار shouldn't have والبيبي. ليه ما اختارش could have been؟ معناه انه كان يقدر يكون عطوف عليها، على اخته، وهو عارف انها متضايقه. طب ازاي؟ couldn't have معناها اكيد ما كانش غير عطوف على اخته، هنا نفي نفي اثبات، معناه انه كان عطوف. طب ازاي وهي متضايقه؟ should have المفروض كان يبقى غير عطوف على اخته، لا المفروض ما كانش غير عطوف على اخته. رقم، حد بيسأل بعد كده على 17، دي قلناها خلاص. حد بيسأل بعد كده على 22، you not shouted at your sister، تزعق لاختك. it was the wrong thing to do، دي كانت حاجه سيئه جدا منك. was دي خلي بالك ماضي، فانا بقول هقول لك المفروض كنت تزعق لاختك ولا المفروض ما كنتش زعقت لها؟ المفروض ما كنتش، اللي هي shouldn't have والبيبي. بقول لك المفروض ما كنتش زعقت لها، لان could have معناها انت كنت تقدر تزعق لها وما زعقتلهاش، وكود انتهاف معناها اكيد انت ما زعقتلهاش. طب ازاي وانا بقول لك دي كانت حاجه غلط انك تعملها؟ وشو دهاف انا بقول لك المفروض كنت تزعق لها، برضه ده حاجه غير منطقيه يعني. صفحه 169 بقى كده حد بيسال يا مستر على رقم 25، بيقول لي في 25 يو نوت دو يور هوم ورك، تعمل الواجب بتاعك وذ اذر ستودنتس، مع طلبه اخرين. خلي بالك بعض النقط مصدر، يبقى كان تهاف غلط، لانه كان تهاف لازم تصريف ثالث، وشود هاف لازم تصريف ثالث، وكود هاف لازم تصريف ثالث. يبقى من غير ما افكر بالاستبعاد اختار كود. طب حد يقول لي ازاي كود وانا بتكلم هنا مستر؟ هنا ده اقتراح، بقول لك انت تقدر تحل الواجب مع اصحابك. طبعا مش هحل، مش ان انا غش، هحل ان احنا نتعاون مع بعض بحيث ان احنا نقدر نوصل، كل واحد فينا يوضح وجهة نظره في الجملة بحيث ان احنا نقدر نفهم بعضينا، هو ده المقصود، مش ان احنا نغش من بعضينا يعني. لان ده طبعا انت ما بتعملش حاجة غير انك بتدمر كل فرصة انك تكون بني ادم كويس، ان انت تكون تعلي من مهاراتك ومن معارفك. مجرد انك تنقش وبتاع خلاص تفضل طول حياتك اتكالي معتمد على غيرك، فهتجي في الشغل في الانترفيو بقى تروح تعمل ايه، ولا في امتحانات الشغل هتعمل فيها ايه، هتلاقي نفسك مش عارفها خلاص. للاسف هتلاقي ممكن يبقى قدامك فرص حلوه وتروح. 28 بيقول لي يو نوت يور فاذر يسترداي، خلي بالك يسترداي اللي ده ماضي، يبقى معناها ان اي حاجه شد والمصدر غلط، اي فعل ناقص والمصدر غلط. وديدنت هاف تو، لا دي ماضي بقى. طب نكمل. ذا بروبلم، المشكله ووز تو سيريس، المشكله كانت خطيره جدا فور يو تو سولف، قالوا انك تحلها لوحدك. يعني انا بقول لك المفروض كنت المفروض كنت استشرت والدك، فالمفروض كنت استشرت اللي هي شود هاف كونسلتد، لانه ديدنت هاف تو معناها انت ما كنتش مضطر تستشيره. ازاي وانا بقول لك المشكله خطيره جدا، وشود انت هاف برضه نفس الفكره، المفروض ما كنتش استشرت، لان انا بقول المشكله خطيره، فكان لازم الواحد يلجا لوالديه عشان هم بيبقى عندهم خبرات اكتر. 36 راني نقط ان ذا كلاب، في النادي لاست نايت، الليله اللي فاتت. هي ووز بيزي، كان مشغول وركينج ان هيز اوفيس. ده يا ابني بقول لك ده كان مشغول في مكتبه، يبقى معناها ان اكيد رامي ما كانش في النادي، اكيد ما راحش النادي. طب التاكد بالنفي في الماضي اللي هي كودنت هاف فين، كودنت هاف فين معناها اكيد الحاجه ما حصلتش، بتساوي كان تهاف والتصريف الثالث. يبقى كودنت هاف والتصريف الثالث معناها اكيد الحاجه ما حصلتش، بتساوي كان تهاف والتصريف الثالث. بعد كده مستر حد بيسال على 37، شي نوت ميت ايمن ان ذا كلاب يسترداي بيكوز هي ووز، الا انه عيان، يبقى هي اكيد قابلت ايمن، ولا احتمال تكون قابلت ايمن في النادي امبارح، ولا اكيد ما قابلتوش، اكيد ما قابلتوش. طب التاكد بالنفي في الماضي قلنا اسمها كان تهاف والبي بي، او كودنت هاف والبي بي، فانا لازم اختار كودنت هاف، لانه كود هاف معناها احتمال تكون قابلت ايمن. طب ازاي وانا بقول ده عيان في البيت؟ وشود هاف المفروض كانت تقابل ايمن في النادي امبارح لانه عيان، يعني المفروض يعني راجل عيان اقول له خلاص نتقابل في النادي. رقم 39، حد بيسال على 39، اي ترافلد باي ترين، بقول لك انا رحت سافرت بالقطر. اي نوت باي كار،
بالعربيه بط ايفل تاير. يعني انا كنت اقدر اروح بالعربيه، كان عندي عربيه بس انا كنت تعبان فقلت اروح بالقطر احسن، فكنت اقدر اعمل الحاجه وما عملتهاش اسمها كود هاف والتصريف الثالث، فاختار كود هاف ترافلد، ما انا كنت اقدر اسافر بالعربيه ولكن فضلت اروح بالقطر، لانه هاد تو ترافل كنت مضطر اسافر بالعربيه. طب ازاي انا كنت تعبان ورحت بالقطر؟ مايت هاف ترافل ده احتمال اكون سافرت بالعربيه، طب ازاي انا بقول قبليها ان انا سافرت بالقطر؟ يعني ازاي؟ بعد كده عندي حد بيسال على 42، 42 بيقول لي اي ترايد هارد، انا حاولت جاهدا تو ريبير، ان انا اصلح ماي كار عربيتي، بط اي نوت، ولكني ايه سو اي جوت ا ميكانيك، عشان كده جبت ميكانيكي تو تشيك ات يفحصها لي. فهنا مستر لما بقول انا حاولت جاهدا ان اصلح العربيه ولكن لم استطع ليها كودن. تخلي بالك ترايد ماضي، فاللي بيعبر عن عدم القدره في الماضي كودنت، لكن كانت بتعبر عن عدم القدره في المضارع. طبعا مش هقول ولكن قدرت، لا ولكن ما قدرتش، عشان كده جبت ميكانيكي. بعد كده حد بيسال على رقم 44، 44 بيقول لي علي فيل اوف هيز بايك، علي وقع من على العجله ذيس مورنينج، هذا الصباح، هي هيرت هيز هيد، اتعور في دماغه، هي نوت بين مور كيرفول، هو المفروض كان يبقى اكثر حرصا، فالمفروض اللي قلنا اسمها شود هاف والبي بي هنا بلوم، يعني المفروض كنت تخلي بالك من نفسك اسمها شود هاف، لانه ماست هاف ازاي اكيد كان حريص، ووت نوت تو هاف المفروض ما يكونش حريص على نفسه، ومايت هاف احتمال كان حريص على نفسه ازاي وهو وقع واتعور جامد، لا اقول شود هاف المفروض كان يخلي باله من نفسه يعني. 45 it wasn't necessary لم يكن من الضروري to buy all that food ما كانش من الضروري تشتري الاكل ده كله. we have enough لان احنا عندنا كفايه in the fridge يعني عندنا كفايه في الثلاجه. فبقول you not more هنا مستر بقول والله انت ما كنتش مضطر تشتري المزيد، فما كنتش مضطر تشتري وشرى ولا ما شراش وشرى، لان بقول له ما كانش ضروري تجيب الاكل ده كله، لان بقول all that food يبقى الاكل موجود، يبقى ما كانش ضروري يعمل الحاجه وعملها اسمها need انت have will be. خلي بالك كمان الكلام كله ماضي، فاللي بتعبر عن الماضي نيد انت هاف والتصريف الثالث او ديد انت هاف تو والمصدر. طبعا اللي مركز اصلا يلاقي ديد انت هاف تو ما هي بتساوي ديد انت نيد تو، فالاثنين هيتقروا مع بعض. ومصر انت دي مضارع يبقى لازم اختار نيد انت هاف والبي بي، معناها ما كنتش مضطر تعمل الحاجه وعملتها، لكن ديد انت هاف تو او ديد انت نيد تو معناها مش مضطر تعمل الحاجه بس مش مضطر تعمل حاجه وما عملتهاش، يبقى ديد انت هاف تو او ديد انت نيد تو، لكن نيد انت هاف والبي بي معناها مش مضطر تعمل حاجه وما عملتهاش. يبقى الحاجه لو انا ما عملتهاش يعني كانت ما كنتش مضطر اعملها فما عملتهاش، هبقى اختار didn't need to او didn't have to، لكن لو الحاجه انا مش مضطر اعملها بس عملتها اختار needn't have will be. بعد كده انتقل على صفحه 170 رقم 46 بيقول لي I not this car هذه العربيه I haven't reached an agreement لحد دلوقتي لسه ما وصلتش لاتفاقيه حتى الان. معناها ان انا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش لاتفاقيه معناها احتمال اشتريها، فاحتمال اللي هي مايت باي، وخلي بالك الكلام لسه في المضارع، لان وود باي معناها يعني هشتريها بس ده لو افتراض عكس اللي هيحصل. لا انا بقول لسه يعني لسه لحد دلوقتي ما وصلتش لاتفاق، وماست هاف طبعا وماست هاف فوت اكيد شريتها ازاي وانا بقول لسه ما وصلتش لاتفاق، ومايت بي بوت هنا مبنيه للمجهول يعني احتمال اكون انا اللي يتم شرائي، لا طبعا فاختار مايت باي لا مستر، لان ده ما بقول لسه ما وصلتش لاتفاق فلسه مش متاكد ان كنت هجيبها ولا لا. صفحه 55 بتاع في الرقم 55 بيقول لي اي نوت جيت ابيرمت يعني تصريح بيفور اي جو اوت قبل ما اخرج اوف ذا فاكتوري من المصنع اور، واما اي وونت بي الاود تو ليف، واما مش هيسمحوا لي بالخروج. لما مش هيسمحوا لي بالخروج معناه ان انا التصريح الزامي ولا مش الزامي؟ الزامي، فغصب عني لازم اجيبه، يبقى لازم اختار اي هاف تو، لانه شو ده مجرد نصيحه، واوت كانت لازم تو برضه، ومصر مش هقول ممنوع اجيب تصريح، ده انا لازم اجيب تصريح وده حاجه اجباريه، ده اسمه الزام خارجي لان اجيبه غصب عني فلازم اختار هاف تو. 58 بيقول لي يو نيد انت مش محتاج انسر اول ذا كويستشنز، على فكره انت مش مضطر يا مستر تجاوب على كل الاسئله، انسر تو اوف اوت اوف 6 يعني جاوب على اثنين بس من السته. نيدنت هير اكسبريسز كلمه نيدنت هنا دي بتعبر عن ايه يا جماعه؟ لاك اوف نيسيسيتي، لاك اوف نيسيسيتي يعني عدم الضروره، الحاجه مش ضروري لكن نيسيسيتي ضروره، وبريبشن يعني تحريم، وامبوسيبيليتي يعني عدم امكانيه، لا طبعا انا بقول انت مش مضطر فمعناها ان دي اسمها لاك اوف نيسيسيتي يعني عدم الضروره. 59 following rules اتباع القواعد of cleanliness اتباع قواعد النظافة is not to avoid لكي نتجنب infection. اولا وان لازم يجب بعدها اسم necessary، دي صفة يا جماعة ما ينفعش اقول a necessary، لو كانت necessity كانت تبقى صح، لكن اسمها it is a must a must a must. اول ما تلاقي a وساعتها حد يقول لي طب بس must ما تاخدش to والمصدر، دي الحالة الوحيدة اللي انا ممكن اختار بعد must to والمصدر لو كان في قبلها a وان، فكلمة must هنا بتجي اسم بمعنى ضرورة، لانه unnecessary برضه صفة فغلط، وبريبشن يعني تحريم، مش قلت حاجة محرمة، لا ده طبعا حاجة اكيدة او لازم او واجبة او ضرورية.
لكن حد بيسأل على 63، علي نوت تو تيك هيز سان جلاسز، نظارة الشمس، بيكوز ات ووز كلاودي، لأن الدنيا مغممة. لا دام الدنيا مغممة أنا محتاج ألبس نظارة الشمس أخدها؟ لا طبعا مش مضطر. وات ووز ماضي اللي آخرها ماضي يبقى أولها ماضي، يبقى أقول علي didn't have to didn't، بس هو لو عايز ياخدها هو حر محدش هيقدر يقول له لا. طب doesn't have مضارع لأنه آخرها ماضي يبقى لازم أقولها ماضي، يبقى ما ينفعش لا doesn't have ولا has، يبقى لازم أختارها. لا علي كان مضطر ياخد معاه نظارة الشمس، لا عايز أقول ما كانش مضطر، فمش مضطر اللي هي didn't have. بقى حد بيسأل على 65، بيقول I could have، أنا كنت أقدر traveled by car. إحنا اتفقنا إن could have will be معناها كنت أقدر أعمل حاجة ما عملتهاش، كنت أقدر أسافر بالعربية but I traveled by train. This shows، ده بيظهر إيه يا جماعة؟ بيظهر possibility يعني إمكانية in the past، إمكانية أو احتمالية في الماضي، لأنه برضه possibility يعني إمكانية أو احتمالية، ده احتمالية في الماضي، حاجة كانت ممكن تحصل بس ما حصلتش. لكن ability يعني قدرة، لا يبقى معناها إن أنا قدرت أعمل الحاجة وعملتها. ساعتها لو كان قال اي كود بقى كانت كود والمصدر بس. بعد كده هننتقل لمستر للصفحه اللي فيها اسئله عن الرايتنج سكيلز، صفحه 173. حد بيسال على رقم 5، بيقول هاو شود يو ساين اوف، ازاي تختم افورمال ايميل. ساين بتجي بمعنى يوقع، ازاي توقع يعني تختم الايميل الرسمي فورمال، خلي بالك الرسمي اسمها بيست ريجاردز. قلنا الكلام اللي هو تحس انه كلام كده رسمي وصعب شويه، اكيد ده رسمي، لكن ثانكس على السلامه شكرا وتيك كير خلي بالك من نفسك وسيو، ده مع الاصحاب ده اسمه انفورمال غير رسمي، لكن بيست ريجاردز بيكون دايما في الرسمي. بعد كده حد بيسال على رقم 11، 11 بيقول فيها messaging ارسال الرسائل language، لغة ارسال الرسائل doesn't require، لا تتطلب نقط rules، لا تتطلب قواعد ايه اوف رايتنج، لا ده لغة ارسال الرسائل انا ببعت لاصحابي يبقى اكيد لا تتطلب القواعد الرسمية، خلي بالك هي لا تتطلب، مش هقول بقى لو قلت تتطلب عادي يبقى انفورمال، وغير كده مفيش حاجة اسمها قواعد الكلام الغير رسمي، لا هي قواعد الكلام الرسمي، يبقى اختار فورمال. طب ايه الفرق ما بين فورمال وفورمر؟ فورمر دي يا جماعة يعني سابقة، اقول ذا فورمر بريزيدنت يعني الرئيس السابق. بقى حد بيسال على رقم 14، بيقول لي وات جوز انتو ذا تو لاين. يا جماعه في الايميل لما الواحد بيكتب ايه عند كلمه تو اكيد هيكتب رقم بي، ذا ايميل ادريس العنوان البريد الالكتروني اوف ذا بيرسون، للشخص ذات يو رايتنج تو، للشخص اللي انت بتكتب اليه، ما انا بقول تو يعني الى، فالى للشخص اللي انا باعت له الايميل، لانه ذا نيم اوف ذا بيرسون ذات سند ذا ايميل اسم الشخص اللي بيبعت ده فروم، ويور نيم اسمك برضه فروم، ويور ايميل ادريس برضه فروم، هما ثلاثه دول نفس المعنى، يبقى لازم اختار رقم بي. بعد كده انتقل لمستر صفحه 176 اللي هو الجمل قلنا اللي هي من بره المنهج ولكنها موجوده في كراسه المفاهيم، عشان كده من الحاجات المهمه جدا اللي هي بقت بتيجي على طول من ساعه ما بدا النظام الجديد. حاجة صراحة صفحة جميلة بيبقى عاملها كتاب العمالقة في كل يونت يعني. صفحة 176 عندنا أول حاجة حد بيسأل في رقم 3، الجمل على الآ والآن والذان، بيقول لي nothing in life، مفيش حاجة في الحياة is better than، أفضل من peace of، من سلامة أو من راحة البال. هنا البال ده مستر حد فينا بيشوف البال؟ حد فينا بيلمس البال؟ يبقى ده حاجة معنوية. الحاجات المعنوية في الإنجليزي الأسماء المجردة أو المعنوية بتاخد no article يعني لا أداة، وغير كده مايند حتى لو جاب معنى العقل، العقل يا مستر غير المخ، المخ ده جهاز بيتشاف وبيتلمس، لكن المايند اللي هو العقل لقوة التفكير برضه بتاخد نو ارتكل. يبقى الاسماء المعنى شوفها، حتى هو نفسه كتب بيس، هو بيس برضه السلام خد نو ارتكل، ما جابش قبليه لا ولا ان ولا ذا، يبقى الاسماء المعنوية او المجردة بتاخد نو ارتكل. بقى حد بيسأل على رقم 13، 13 بيقول اي ثينك، انا بعتقد ايفري ون از جيتنج ريدي، كل الناس بتجهز فور ذا ويدنج بارتي، وعايز سؤال مزيل، برضه سؤال مزيل مهم قوي يا مستر. السؤال مزيل لما تلاقي اي ثينك واي بريدكت واي اكسبكت والحاجات دي كلها اكنها مش موجوده، اشتغل على الجمله الثانيه على طول. فايفري ون از، ايفري ون از احنا قلنا ايفري ون بيتعوض عنها بضمير جمع، فبنعوض عنها بذي. طب وذي يا مستر ما بتاخدش از، ذي بتاخد ار اللي زي از اللي هي ار، وقلنا ان السؤال المزيل لازم يكون عكس الجمله، فالجمله هنا مثبته يبقى السؤال يكون منفي، يبقى لازم احولها الى ارنت ذي، فلازم اختار رقم بي ارنت ذي. بعد كده ننتقل لمستر الاخر صفحه عندنا صفحه 177، حد بيسال على رقم 1، بيقول لي شي ويل انسيست. يا جماعه انسيست في الانجليزي بتاخد انسيست اون والاي ان جي، يا اما انسيست ذات وجمله، يبقى insist on ing او اسم لكن insist ذات جمله، فهنا لما بعد النقط ing اسمها insist on، يصر على، insist on يعني يصر على، هي اصرت انها تغسل هير شعرها just when I want to have a bath، هي اصرت انها تغسل شعرها بس في الوقت اللي انا قلت ان انا ادخل اخد دوش.
اتنين تقع نقعد 6 اورز 6 ساعات تو ستادي انجلش في مذاكره الانجليزي يستر دي. يا جماعه اولا يستر دي ماضي معناه ان تيك غلط لانه تيك مصدر وسبند غلط، يبقى لازم اختار يا توك يا سبند. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كلمه تيك لو جه بعديها وقت لازم تو والمصدر، لكن سبند لو جه بعديها وقت لازم اي ان جي، يبقى سبند وقت اي ان جي، تيك وقت تو مصدر، يبقى تيك تو تيك تو. فانا عشان كده لازم اختار توك عشان الكلام في الماضي. بعد كده مستر حد بيسأل رقم ثلاثة بيقول لي جراديويتد وتخرج نقط فيزيكس، فيزيكس اللي هي مادة الفيزياء. يا جماعة التخصص دايما بياخد حرف جر ان، اسمها جراديويت ان، اسمها كواليفاي ان، يعني يتأهل فيه، فدايما التخصص بياخد حرف الجر ان. عايز اقول هي تخرجت في تخصص اللغة الفيزياء فروم كامبريدج يونيفرستي، من جامعة كامبريدج اللي موجودة في بريطانيا. بعد كده حد بيسأل رقم أربعة تيتشرز المدرسين، هو تيتش المدرسين الذين يدرسون نقط شود بي سيمباثيك، لازم يبقى عندهم كده يعني إحساس بالآخرين. اللي بيدرسوا لمين؟ انا عايز اقول اللي بيدرسوا للمعاقين او لذوي الاحتياجات الخاصه، فاسمهم ذا ديسيبلد. يا جماعه انا الصفات في الانجليزي لو انا عايز اخليها اتكلم عن كل اصحاب الفئه، يعني انا عايز اقول ذوي الاحتياجات الخاصه او المعاقين اقول ذا ديسيبلد، عايز اقول الفقراء اقول ذا بور، يا اما اجيب بور او اجيب الصفه ثم اسم جمع اقول بور بيبول يعني الفقراء، ديسيبلد بيبول يعني المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه. فهنا لازم اختار ذا ديسيبلد، انا مش هقولها هم يعلموا معاق، يعلموا المعاقين. اولا وان ما ينفعش اجيب بعدها صفه، وديسيبلد بس دي صفه، لا انا عايز اقول يعلمه لازم اجيب بعدها شخص يعني، فاقول ذا ديسيبلد. بعد كده ننتقل لرقم تسعه، حد بيقول وي هاف جود، احنا عندنا جود نوت وذ ذا لوكال كوميونيتي. يا جماعه جود دي صفه واللي بيجي بعد الصفه لازم يكون اسم، كوميونيكيت ده فعل وكونكت فعل، يبقى لازم اختار يا كونتاكت يا كونكشن. يا جماعه بشر مع بشر، لوكال كوميونيتي على المجتمع المحلي، بشر مع بشر يبقى كونتاكت او كوميونيكيت. الفرق ان كونتاكت ما بتاخدش حرف جر لو جت فعل، وكوميونيكيت لازم تاخد ويز، لكن لو جو اسم كوميونيكيشن وكونتاكت الاثنين بياخدوا ويز. فطبعا هنا انا عايز اسم يبقى لازم اختار كونتاكت، لانه كونتاكت لو جت اسم تاخد ويز عادي خالص، وكوميونيكيت ما تنفعش هنا عشان في قبل النقط صفه، وكونكشن ده لازم يكون ما بين شيئين او مكانين، وكونكت ده فعل برضه يبقى غلط. عندي بقى كام مستر رقم 11، 11 ذا فود الطعام ان ذا كانتين، الطعام اللي في الكانتين از يوجوالي في الغالب نقط كواي جود. انا عايز اقول هو جيد جيد جدا يعني، او جيد تماما او الى حد ما. يا جماعه كوايت اللي هي الى حد ما او تماما اللي هي الاي بره اللي هي كوايت دي، لكن كوايت اللي هي الاولى دي يعني هادئ، كويت دي يعني يترك او يغادر او يخرج او مخرج، وكود ده يعني يقتبس. فطبعا انا عايز اقول جيد جدا او جيد تماما او جيد الى حد ما، اختار كوايت اللي هي الاي بره. بعد كده مستر عندنا رقم 12، 12 هي بريفيرز بيفضل واتشنج فوتبول نوت بلينج ات، شرحتها كمان في يونت 5 الجمله دي، قلنا اسمها بريفير اي ان جي تو اي ان جي، بريفير اي ان جي تو، انا عايز اقول انا بفضل كذا عن كذا، هي بريفير بتاخد اي ان جي ثم تو ثم اي ان جي، او بريفير اسم ثم تو ثم اسم، يبقى لازم اختار تو. الجمله اللي بعدها مستر جمله 19، ودي اخر جمله فيها سؤال. 19 بيقول ذا بروجكت المشروع از ديزايند، المشروع بيتم تصميمه تو بروفايد، انه يوفر يونج بيبول الشباب. يا جماعه اسمها بروفايد ويز، بروفايد ويز يزود به، لكن اقول بروفايد وورك تو او فور يونج بيبول، يبقى بروفايد لو جبت بعدها الشيء اقول تو او فور، لكن بروفايد الشخص اجيب بعديها ويز والشيء، يبقى بروفايد ويز يزود به، فلازم اختار هنا ويز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى من ربنا وبطلب منه انه تكون فهمتوا اللي انا قلته وتكونوا استفدتوا منه استفادة كويسة. اهم حاجة الناس اللي فهمت او استفادت، يعني لو عندها اي سؤال اي استفسار تكتبه في التعليقات وان شاء الله ارد عليه. برحب بكل التعليقات لدى ما تعليقات يعني بشكل محترم. الناس اللي عجبها الفيديو تضغط لايك، الناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك وتفعل الجرس وندعم المحتوى يعني المحترم، اي محتوى محترم المفروض ان ندعمه يعني. واهم حاجه بالنسبه لي صراحه ان بسالكم الدعاء بظهر الغيب، انكم تدعوا لي وتدعوا لاهلي بظهر الغيب. واخر حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.